هاي جورجيا دخان صار من المنازل سوى قصف عشوائي. ستاعش ستة 2012 قصف الدخان في احتراق المنازل والمحال التجارية. هذه هي مدينة حمص التي تتعرض لأشد أنواع القصف، أحياء محاصرة وتقصف وتدمر. نناشد كل من لديه ضمير إنساني. الله أكبر، الله أكبر، صوت صواريخ. الله أكبر، الله أكبر، صواريخ تتساقط على حي جورج شياه، حمص. 19/6/2012. لا نستطيع إخراج العوائل التي موجودة في حي جورج شياح الذي كان آهل بالعائلات المهجرة. من داخل أحياء حمص المحاصرة.